السلام عليكم يا شباب، الله يعطيكم العافيه ويجزيكم الخير. تحياتي لكم متابعي قناه سوق المواشي في سوريا على اليوتيوب اينما كنتم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اليوم الجمعه يا شباب 5/8/2022، نحن الان بسوق الغنم في معره مصرين، وتحديدا عند اخونا الدلاله ابو الفوز. هاي غنم عساف يا شباب. الصلاه والسلام على رسول الله، ما شاء الله تبارك الله. طبعا يا شباب هاي المرايع، واذن دائما اذن ابو الفوز يعني اي اشكاله طيبه تجي ينزل عليها المرايع والعده، يعني عده الغنم. الصلاه والسلام على رسول الله، ما شاء الله تبارك الله. الصلاه والسلام على رسول الله. ايش قد العدد ابو الفوز؟ 52 راس. اخونا راكان يا شباب، نعرفكم اخونا راكان، اخونا ابو الفوز. كمان ابو الفوز. الله يسعدك. اللهم صل على محمد. 52 راس، شو ابو الفوز؟ حياك الله، شلونك؟ الصلاة والسلام على رسول الله. ان شاء الله تبارك الله. الساعة يا شباب الآن 7 إلا، لسه ما صارت 7. الصلاة والسلام على رسول الله. 53. الصلاة والسلام على رسول الله. ان شاء الله. ربع يا عساف، الله يرزق الجيش. ابو الجيش عساف كويس. روح تقل على روح. 10 ربع اشتغل. 25 يا رسول الله. سيلك كويس. هلا ربع. سيلك كويس. يلا. سيلك كويس. الله يبارك. الله يبارك. سلام. 1100 ل 25 قبل. بالعربي. بالعربي اللي يجي داعش. 12. قول له 1100. شوف جيسي ب 12. شاف صعب. 12. 1000 ليرة. الصلاة والسلام على رسول الله. 53 من عجة يا شباب. بلديات من غنم منعم، بين شيء طيب وبين شيء كويسات، ما بين شيء وسط، ما بين شيء تحت الوسط كويسات. اللهم صل على محمد. ان شاء الله تبارك الله. قام يقول له ب 1100 الا 25 ليره تركي. الدلال قام الان يقول 1100 ليره تركي. 1100 ليره. والله عساف لا يطلع، لا يطلع روحنا وما يبيع. والله ما في غنم بلدية يا شباب. الصلاة والسلام على رسول الله. المرايع هاي لابو الفوز، هاي مشان تركض الغنم يعني. هنا الراعي زاد مع الغنم ولا؟ ايه برايه. على بركه، على بركه، على بركه، على بركه. ياك ضربوه، قتلوه، قتلوه. عم كل السوق ملتم عليك. على بركه. غنم بلديه يا شباب. هنا يا رباعيات انعجات. ساتني هاي مثلا اشوفها. 13 غنم بقر، مو غنم هاي بقر. 7 نفاو عندك بالبيت. 7 نفاو. عم السوق، السوق كله مو قدران على عساف. خلص بازار يا شباب. هاي اسعار اليوم يعني، لو دافع جزء 11 ونص جزء. ماسو 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 ماسو
1125. والله انت يا سلمان. سلمان محمد ابو غزال زعلان منه خالص. 1150 بس. ليش زعلان من ابو غزال؟ ليش؟ ان شاء الله يوعدك يوعدك ان شاء الله. والله وصلت له اليوم. حركه كويسه بسوق اللحم ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. خلاص حي وحساكم. يلا قلم 16 على السوفين. والله والله اشتراها لك 16100. 1600 ليره. خرب البازار وارفعوا السومه. خرب البازار وارتفعت السومه. خلاص 1600 1600 ليره. 1600 ليره. والله المرايع موالفة جرت بس الغنم ما جرت. ايش كذا هذا البازار عند حسن يا شباب. الصلاة والسلام. ايش قد الاوزان ابو علي اذنه؟ ما شاء الله 50 52. ايش قد قام يدفعون؟ ما لحقنا البازار من اوله. 45. هاي بضاعتك ابو رياض؟ هذا لعبد الله. عبد الله قام يدفع 45 بس. عبد الله الصلاة والسلام. ارض الفاكهة اي والله 52 قام يطلب. ايش 50 عبد الله ارض الفاكهة يا ابو حمزة؟ فرد في ارض الفاكهة ولا مفرد؟ والله والله مقبل بالفاكهة مفرد؟ لا هذا الحكي. الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل. ايش قد فاصل يا عبد الله؟ 52. يعني اوزان فوق ال 50 لازم فوق ال 50. هنا اكثر شيء اشتري شحين. اكثر شيء شحين. ما حد بيشيل ابو حمزه من السوق وش بده يغطيه؟ انا بشتري غير شحين. هذا جاري يا شباب. هذا جاري. هذا جاري حاقد علي. حمود الصلاه والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد. كون كون اليوم البيازير كون يا شباب. الصلاة والسلام على رسول الله. أوزان إيه ما عليش بس كمان مربوطة السنة 12 شهر. والله خسارة فادحة. ما جبارات عم الصلاة والسلام على رسول الله. هذا قام ياخذها أخونا أبو سليم. الصلاة والسلام على رسول الله. فوق الخمسينات طبعا مثل ما قال ابراهيم مو اللحم الطيب يعني في اطيب منها مسوق. اليوم العبره ترى يا شباب مو بالوزن زياده يعني الوزن يعني مقياس لكن ممكن يكون وزن وضعيف يعني يكون وزن عظم. خمسة واربعين. البايع عبد الله. عمك نعمل بشتري على قبان حمود. نعم دلال ابو ابراهيم. الصلاة والسلام. هاي قام نصور لكم البازار الشيء اللي ينباع. حي الله ابو هاي اول شكاره. اين هسه نشوف على القبان يا شباب. في تنفاية في تنفاية. خرب البازار لا نريد نكون أكثر من اثنين. التنفاية اثنين. جماعة والله العظيم على أساس ينفون اثنين بس. رادوا ينفون أكثر من اثنين خربت البيعة. خلص واني ما هاي بضاعة اخونا ابو عناد يا شباب. الصلاة والسلام على رسول الله. ال 45 وفوق اوزانها. الصلاة والسلام على رسول الله. ايش قد العدد؟ العدد 10 خرفان وخمس قطايم. 10 خرفان وخمس قطايم ما شاء الله تبارك الله. الصلاة والسلام على رسول الله. شوف شوف كويسة بضاعة كويسة. حيا الله شباب.
شقد طالبين بها ابو عناب؟ شقد قام تطلبون بالكيلو؟ والله على كرم الله ما نعرف، بس السوق يعني باعت اشكاله ب 45 45 ليش 50 50 بس هاي لحمه طيب والله. لحمه طيب يعني، شوف هذا التركي هذا ما شاء الله تبارك الله، الصلاه والسلام على رسول الله. ضاع حلوه والله كويس. مباعت ابو سليم ان شاء الله، ها ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اتفقوا اتفقوا عند ابو عمر. الصلاه والسلام على رسول الله. مباعت يا شيخ 45 خذيتها انا والله بحمزيه 45. الصلاه والسلام على رسول الله. ايش قد تطلع اوزان ابو سليم؟ والله حول 48 كيلو طلعت يا حمزيه. 48 كيلو. ليش يا يوسف؟ الصلاه والسلام. يوسف حي الله ابو خالد. عنده هالمعز اربع معزات ما شاء الله تبارك. اثنين جايبات وراهن فلاوه واثنين للجب. اي نعم الصلاه والسلام على رسول الله. هذا الفلاوه. ايش قد حليبه هاي الحمراء هاي الحليبه الحمراء 3 كيليات. اي نعم. نعم. والموارد كيلين ونص. كيلوين ونص. كيلوين ونص. اليوم ولا قبل؟ لا بال 24 ساعة من العدان، العدان مساء. اي نعم. بالمساء. الصلاة نعم. والسلام على رسول الله. نعم. سنها عنز طبعا. عنز نعم عنز. الصلاة والسلام على رسول الله. ما شاء الله تبارك الله. الصلاة والسلام على رسول الله. والله كيس ذرته كويس يا ابو خالد. الساعة الساعة بالزق من المغرب. من مسح حليبه. ما شاء الله تبارك. مسح بيحكم على. اي نعم. هذن وراهن جدي. وراها جدي. هذا جدي ها. هذا هنا. اي نعم. هاي وراها جوز. وراها توم. جوز جزائي. الصلاة والسلام. نعم. يعني انا شايف انه احسن شيء هذن احسن شيء. طبعا هاي. اي نعم هاي احسن. اي هاي اطيب شيء. الصلاة والسلام. نعم. 3 كيلوات كفالة. نعم كفالة. نعم. نعم. ايش قد طالب بينا ابو خالد؟ والله عم نطلب من الله 3000. 3000 ليرة تركي. 3000. طبعا لسه ما اندفع شيء توك نزلتن. لا ما اندفع شيء. اي نعم الصلاة والسلام على رسول الله. اندفع بين شيء قبل نزلتن قبل؟ نزلتن هاي اندفع فيها 27. 2700. 2700. نعم هاي اندفع فيها 3000. اي نعم. هاي ام التوم. الصلاة والسلام. نعم. هاي 2500. نعم الماوردية. هاي 2900. هاي ايش قد حليبة ليش؟ هاي؟ هاي فيها كيلين ونص. الصلاة والسلام. بس لأنه وراها توم. نعم. نعم الصلاة والسلام. ما شاء الله جوع الشبع الشبع يعني شبعني بحبني الشبع افتح له بركه يعني. كويسه والله انا لفتت نظري ذرتها ما شاء الله كيس ذرتها طيب. نعم نعم. والثانيه كيس ذرتها الزرقاء كمان. نعم كيس ذرتها نعم كويس. اي نعم الصلاه والسلام على رسول الله ما شاء الله تبارك. نعم يعني وسع وقتك. بضاعه طيبه والله يا ابو خالد. نعم الله يرزقك ان شاء الله. الله يرزقك ان شاء الله. الله يبارك فيك والله يفرج علينا. امين اللهم امين. هذن جدعتين حلوات ما شاء الله ابو محمد. سلورات سمك. اي والله ما شاء الله. هذن قيمه لحم قامت تبيعونين. الصلاة والسلام على رسول الله. طول بارك الله فيك. ايش قد طالبين بينا يا محمد؟ والله طالبين فينا 3.5 يا ابوي. اثنين هن؟ اثنين. 3500 3500 وعم يعطونا 2000 ما رد نبيع. وما انباع؟ ما بعنا. وهلنا جهاز الشقرة لابو شحيق. والله حلوه يا اخي. طالبين فيها 200 دولار. والله قد فيها 830 دولار. نعجة مو نعجة سنها نعجة. نعجة ايه؟ فر فر ابو شحيق فر. فرج ما شاء الله. لا 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 رباعية رباعية رباعية. ايش قد طالبين بيها؟ 200 دولار. اندفع لكم شيء يا ابو محمد؟ والله عم يعطونا 2500 التركي وما ردين عليه. ما رديت عليه. يعني 150 دولار بياعين. كويسة والله كويسة. فاضية مو فاضية؟ فاضية لسه. صاغ سليم؟ صاغ سليم من كل عذر. عندك هاي هاي طيبة وزينة. عندك هاي تقول شبوط ما شاء الله. والله انا سلور انا مصروح صليح صيح يا سلور. ما تصير جنية هاي ابو والله وعز الجنية تفرج والله حلوة يا قعامتها وشكلها تفرج لك على الشطر. اي والله الصلاة والسلام على رسول الله. اي والله شطور الحلوات اساسا جنية. اجى قصاب بده ياهو قلت له ما نذبحها انه يعني القصاب يرغب بين الانسمان شوي. انسمان اي كويس. اما والله جنية حلوات ما شاء الله. انا لما قلت لي قيمه لحم قلت معناته بين عذر بس ما فيهن عذر. الله يستر. الله الله تبارك الله. عندك عليها قعام هاي هي زاتها حلوه والله. ايش قد توزن هاي يا ابو محمد؟ والله بتوزن فوق ال50. والله هاي الحال هاي ما شاء الله. الغنم 56. ايش قد صارت ابو محمد هالبضاعه؟ والله صارت ب 15 ونص واجاره. 15 ونص واجاره. الصلاه والسلام على رسول الله. لك ابو وائل وين ابو وائل؟ مضيعين ابو وائل. الصلاة والسلام على رسول الله. ما شاء الله تبارك الله. 1550 يا شيخ. الله يسمعها اوزانهم بالخمسينات بالستينات. زين الله يربحه خلص اشترى الله يربحه. كويسات نعم. الصلاة والسلام على رسول الله.
هذا البازار عند البقارة، عند البقارة يا ابو غزال ولد عمك. الصلاة والسلام على رسول الله. غنم شكر ما شاء الله، كويسة كويسة كويسة. ضاع حلو الصلاة. عند البقارة يا ابو غزال. يا ابو حمزة ما حشت. لا ما حشت، لا ما حشت. والله عاد انا نشوف تعليد البازار. ابو غزال هذول ولد عمك، هذول كلهم بقارة. اتركني عاد. ايش قد العدد ابو حسان؟ العدد 13 ابو عارف. 13 نعجز. الصلاه والسلام على رسول الله. لا حد على غنم البر. والله غنم زين. ربع ايام. ما شاء الله ما شاء الله، الله يوفق يا رب. السلام عليكم. يلا يا رب ان شاء الله الله يوفق بها يا رب. حبيبي الله يسعدك. الله يجعله موفق ان شاء الله. واحد من بعد يصورني اليوم. الله يسعدك يا ابو حسن. يصورني 13. هذا الوادي رجع وراك. 12. 12. هذا الوادي رجع وراك. 13. طريقه انا طالعين من الدنيا. خوه بالدنيا. ما ادري دنيا من الطاوله. خلاص اطلع 12 مسكره. يا ابو عارف يا ابو عارف يا ابو عارف يا ابو عارف، ما انت تعذب على 12. احنا بدنا نكون محضر خير ان شاء الله. 12 في الغنم ولا ما في؟ في الغنم ب 12؟ لا يعني مشان هالعالم كلها تكون. لا لا ابو صيب ب 12 لازم ب 12 بدير الحركه. نظيفه يا شباب، شكر كلها خشانتها مقبوله. بيها هرم، بيها شطور، بيها شيء. ثنيه رباعيه. الصلاه والسلام على رسول الله. عند ابو حسان. شلونك ابو محمود؟ اهلا اهلا. شلونك؟ حياك الله. الصلاة والسلام. مبعت ما مبعت ابو حسان؟ لسه ما مبعت. كريم طيب 12. الصلاة والسلام. 100 دولار. كريم 12. اي والله. اي والله. عم يعطوني 11 ونص. شبشة. 13 راس الجبل. 13 شبشة. 13 ب 12. 12 ب 12. حمزة. 13 بس. الرقم فاضي صفر راس. كلها 600 ليرة. شلونك ابو عدي؟ شو اخبارك؟ شلونك خال؟ شلون صحتك؟ صار عندنا مراسل بجاري يراسلنا من الحسا، كمان انت متابع؟ ابو غزال، ابو غزال، ابو غزال البجاري، هذول ولد عمك يا ابو غزال. ها؟ ولد عمك؟ اي والله. ابو عارف بعناها يا ابو عارف. ابو عارف بعناها. 1000 بزار، بعناها. اربع دلاله على الغنم. بعناها. الله يخليك. يا ابو عارف. يا ابو عارف. يا ابو عارف. الله يرحمه. الله يرحمه. هيا الله ربحه، هيا الله ربحه. اخترنا مين ابن الوحش يعني. ما عجبه الحكي صاحبه. هذا الزلمه عم يشتري. 15 15 15. ايش قد العدد ابو حسن؟ العدد 13 نعجه وشبش. 13 نعجه وشبش. بيها عشر، بيها شيء؟ والله والله في 10، هاي زمان 10 شهرين ونص. يعني ملامحك يا عم. تريحني تريحني وتريحني. كويسه البضاعه، كويسه مقبوله والله، ولها لها سوق يعني. اي والله لها سوق. الكبش هلحى تركتك. هلحى تركتك. خلص بازاره وما اتفقنا. ما عندي خالص. ما خلص ما خلص. بدي ما في خالص. خيو لك بدا. 25 25 دقيقة. الا ربع بعتوها. لا والله. الله ب 12 الله ب 12 ب 12 ما اقدر اطريها انا، عيها اطريها انا اقدر اطريها. ايوه يا خيو. لا عيها اطريها. يا بشاره ابو سيف. يا ابو سيف. يا ابو سيف اشتري. يا ابو سيف. هو انت بزار خيو يا ابو سيف. 50 50 عليه وياه. انا ب 12 خيو. يا ابو عارف. انا حزعج على الكبش. ها؟ الكبش من هذا. لا بل انا ابو كبش يا حج. بكبش. انا بفكر على الكبش والله. هذا كبش. هذا نعجي. الكبش بوش. جيب لنا نعجي كويس يبغى لها كبش. جيب لنا نعجي كويس يبغى لها كبش. يا ابو زار على الغنم كبش. بعناها. بعتها ب 12. بعتها ب 12. بيضرب الكبش والله. ايش بدك منه؟ شو تريد منه؟ التباع ينطح. شنو 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 ايش يسوي؟ ايه بينطح. بيضرب اولاد صغير. بدي اكله بالصيف اكل. ايه بدي اكل كبش. ها الله يبارك لك خيو. يطلع قبش. 12 انا خلاص. يا ابو عزيز. وين بيضرب فيه؟ اجا باب اجا. ثلاثة المشاكل. هاي اسعاره شباب، وهذا بازاره عند اخونا ابو حسان. ما انباعت بالسوق تواصلوا معنا. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. ما شاء الله، ايش قد عمارنا ذا ابو ذياب؟
سبع شهور ورادي والله ورادي. الصلاة والسلام على رسول الله. شباش ورادي؟ نعم نعم. اي والله عمي ابو زياد والله بضاعة ما شاء الله. بضاعة لا يعلى عليها. اي والله ما شاء الله تبارك. الصلاة والسلام على رسول الله. ايش قد سايمين هنا ذن؟ 5000 5000 10000 ليرة تركية شباب اثنين. الصلاة والسلام ما شاء الله وكان والله مات ما شاء الله. الصلاة والسلام على رسول الله ما شاء الله. مع ان لسات تقول ورادي يا عمي ابو زياد. اي والله ما شاء الله تبارك الله. خشانه خشانه ما شاء الله. ارتفاع ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. شوف بعلات الغنم يا شباب علمنا الغنم. اللهم صل على محمد. انا منغلمك ابو ذياب. الصلاه والسلام على رسول الله. ايش قد يوزن ابو ذياب؟ ايش قد لازم يوزن؟ والله ما اعرف. هذا المعدل يعني بس 60 وتحت. اي نعم بس 60. كويسات والله كويسات. ان شاء الله تبارك الله ما شاء الله. يعني وزان تحت 60 بشوي لازم. تقديرا يعني تقريبا بس 60. الصلاه والسلام عند ابو زياد يا شباب. بضاعه طيبه والله. بضاعه طيبه ما شاء الله. عظم خشن ما شاء الله. هاي بضاعة اخونا ابو عناد يا شباب. الصلاة والسلام على رسول الله. قد العدد ابو عناد؟ 11 ناجة ما شاء الله تبارك. والله يبيع خشان الغنم خشنة ما شاء الله. الصلاة والسلام على رسول الله. عند اخونا الدلال ابو زياد الجملان. الصلاة والسلام على رسول الله. نوع واحدة منها شوي شباب شوي. اللهم صل على محمد. واحدة يا احمد. جبارة. والله عالية غنم عالية وخشانة ما شاء الله. راس ناجة ما شاء الله. اللهم صل على محمد. غنم خشانة. ما شاء الله. ايش قد طالبين بيها عم ابو زياد هاي؟ يعني سومه 300 دولار سومه. والدفع؟ ما حد انطانا ولا ورقه. لسه؟ والله ورقه ما حد اعطاها. الصلاة والسلام. انا واحد قلنا 300 دولار. انت ذهب والله. الصلاة والسلام على رسول الله. بضاعة زينة والله يا شباب يعني. خلوني. بضاعة طيبة. اي والله ما شاء الله. بضاعة نظيفة. بضاعة نظيفة وكويسة. ما شاء الله. اسخنها هاي بايش؟ اسخنها ب 1000. تعال جسد. هذا عم السومه 700 دولار. 700 دولار؟ ايوه. شنو ثني خروف شنو؟ والله لازم نبدل جديد. فيني هذا خلاص نبدل. هاي بضاعه ابو احمد الحموي يا شباب عند اخونا ابو عيد. الصلاه والسلام على رسول الله. اشتريتونا ابو عيد ها؟ يا الصلاه والسلام على رسول الله. هاي بضاعه ابو احمد الحموي. منين جت ابو احمد؟ ما شاء الله والله خوش. الصلاه والسلام على رسول الله. ايوه اللهم صل على محمد. ايش قد صارت ابو عيد؟ هاي انباعت عند ابو عز وشعبان. نعم. اي نعم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الصلاة والسلام على رسول الله. واسمها واحد؟ اي واحد نعم. شوف 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 1150 دولار. هلا بخير. الصلاة والسلام. ضاعة طيبة والله. الصلاة والسلام على رسول الله. 1100 1150 دولار خلصت. 1150 دولار يا شباب. الصلاة والسلام على رسول الله. هاي الوسم هين ما ظلنا نفس نصور بالسوق يا وعي. يلا خلاص لازم خالصين ما عاد نصور بالسوق. اي والله اي والله ختامها مسك. حيا ابو حمزه. حي الله. هلا هلا. البضاعه طيبه والله يا ابو يا اخوي. الصلاه والسلام. هذول الشر تعال تعال تعال. هذول الشرايين. تعال يا محمد. هنا ان شاء الله جابر نحطهم قدامي يبينون اطول من يقعد. وجرزوا وجرزوا يا ابو خاي يا ابو حمزه. البضاعه هاي بعناها ب 1150 دولار خالصه مخلصه. ناقصات 50 ليره بالضبط. بس انا مدهامه العنزي لحق النجمه. هاي نجمتها. الصلاه والسلام. اي نعم. الصلاه والسلام على رسول الله. بضاعه كويسه يا شباب ونظيفه. اي والله احسن بضاعه شفناها اليوم بالسوق. الصلاة والسلام على رسول الله. يلا بس يجي الفحل هنا. ما شاء الله. ايوه. تعال تعال. جيب الشبشب. اي طرد اللي جاي وعيد طرد اللي جاي طرد. ايوه. خلا تشني خلا. الصلاة والسلام. اللهم صل على الرسول. والله. الهم يزول يا شباب. ضاعة حلوة والله ما شاء الله يا شباب. شوف 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 له من انطت حاله. شلون ابو جهاد؟ هلا هلا. الصلاة والسلام. شلون البضاعة؟ بضاعة كسر ابو حمزة. الصلاة والسلام على رسول الله. ابو حمزة اطلع 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 اطلع. الصلاة والسلام على رسول الله. الصلاة والسلام على رسول الله. اذا ربك انت مالك بخيره
تجري سواجيك بليك واديد. بليك واديد. وإذا ربك حفر لك حفيرة بيتك ما يقعد أنه سمح العوائل. الله الله. ياك. هاي مقولة لأحد الأصدقاء الديرية حفرها أنا من 20 سنة. الله الله. ترجعنا للدير القرايب على راسي والله. والله من بعدكم انا من بعدكم انا ابو حمزه من بعدكم ابو منزل عجله ابو رعد اليوم سوق غنم ليش ما نزل ما نزلت امبارح؟ لا والله. ايوه انت مخالف السير والله. شقد وزنها يطلع؟ شقد طالبين بها؟ والله طالب فيها 400 دولار طالبين بيها 3.5 هاي. شوف الدلال شلون وإذا صارت أيوة. الثلاث نبيعها أين ما يخلص أين الصلاة والسلام عليكم. 300 دولار تنباع يا شباب وزنها يجي 200 كيلو خشانتها زينة والله. شنو نوعيتها هاي؟ فرنسية صبحة هاي احنا نقولها صبحة الوجه أبيض. الصلاة والسلام على رسول الله. هاي تشلع الربج قالت أين الصلاة والسلام على رسول الله. ضاع كويسة يا أبو رعد ضيفة 300 دولار تنباع يا شباب. هنا مشيها مشيها ابو رعد مشيها هيك هنا ما شاء الله بضاعة كويس كويس. الصلاة والسلام على رسول الله. اليوم صورنا لكم كل شيء شباب هنا ما شاء الله تبارك الله 400 ودلالتهم قيمة لحم ب 2400 ودلالتهم كلهن كلهن يعني وقفن حوالي 500 خمسة هنا خمسة. الصلاة والسلام على رسول الله انباعن يا شباب. عند اخونا الدلالة ابو عزة 45 بازار الماضي 45 بالكيلو؟ ايه. الصلاة والسلام على رسول الله. بازار الماضي مولع فيها مو اليوم؟ لا اي نعم. شقد تطلع اوزانهن؟ والله بالخمسينات 45 اي نعم بين 45 وال 50 اذن اثنين اطيب من الثالث بس عاد كلن زينه. كم؟ لا الاخير اذن مو؟ لا الاخير اي نعم. شقد طالبين بينا هسه ابو دحام؟ والله عندي طالبين 52 53 52 53 اي نعم ما شاء الله تبارك الله. بس والله كويسات بضاعة كويسة اي نعم ما شاء الله تبارك بضاعة نظيفة والله. الصلاة والسلام على رسول الله. الله يسعدك يا ابو دحام ويبارك فيك. يعني طالع قحم اي نعم. لا رباع ترى رباع رباع. ايش قد طالبين بي والله؟ 3700 ليرة تركي والله مفروض. الشهادة لله صفحته زينة ورقبته زينة يعني مقبول فحل بلدي مقبول كويس يعني 3700 3600 5000 يعني 4 ينباع والله ما يعلم غير الله. ما يعلم غير الله. ينام الصلاة والسلام على رسول الله. حبيبي أبو دحام الله يجزيك الخير.